صباح الخير عليكم، كدايرين؟ لاباس؟ نتمنى انكم تكونوا بخير، صحتكم لاباس عليكم. المهم انا اليوم جيتكم من بعد غياب ديال واحد المده. صراحه هذا الغياب ما يعني ما تخلع ما والو، كنت كنوجد كنتحول دار جديده، كنفرشها، كنشري الديكور، وراكم عارفين هذا الشيء كامل كياخذ الوقت بزاف، وداك الشيء علاش غبرت زعما باغي نحلق على الدار ومكدا وكذا ومع الخدمه. المهم راكم عارفين بلا ما نبدا نشكي عليكم، كاملين عندنا المشاكل، كاملين عندنا مش مشاكل صراحة، ولدي صدت فيه زعما كاملين عندنا مشاغل الحياة. المهم اليوم جيتكم فيديو جديد، وقبل ما ندخلوا في الفيديو قولوا لي الشعر كي جاكم، كي جاكم التغيير، كي جاكم النيو لوك؟ انا صبغت شعري زعما هو صبغته بطريقة طبيعية اللي هو هرا نخلي ليه الوصفة بعد ما كنكحل. صراحه هذيك الايام كنت كنموت على الكحل، عرفت واحد العامين جابني باغي نكحل راسي بزاف، كنت صبغت شعري فيها بالكحل وكنمشي للسونتر كنبقى نسمر راسي ديما ديما ديما. صافي دابا ملي بغيت نرجع لكيف ما كنت من قبل، كنت معتمده هاد الوصفه ديما كنديرها، كنت عليا شعري هكذا وصافي وجهي كان طبيعي. اما هاد الايام كنت بغيت نطير، هاد العمايل الاخرى بغيت نطير، غادي جايه للصوت، غادي جايه للصوت، بغونزاج ماما كتقولي اه بنيتي واش الناس باغيني بيا دونتي كتسمري راسك. المهم الحمد لله فاتني ديك الحاله، ودابا صافي رجعت عاوتاني كندير ديك الوصفه نتوما راه زعرت ليا شعري. المهم ماشي كله كومبليتمون، ولكن بشويه بشويه غيبدا كيزعر كيزعر. اللي بغيتوها كتبوا لي تعليقات نشاركها معاكم. ودابا غنجيكم الوصفة الأهم اللي غتحيد لكم الصمار ديال السنين. صراحة هاد الوصفة رجعت كنديرها هاد الأيام، حيت كنت كيف قلت لكم كنمشي بزاف للسونتر ديال البرونزاج، كندير لي زيفي، ولي زيفي راه حريقهم كتر من الشمس كيشدو مزيان. ايوا دابا قلت شنو مات شنو، اجي نرجع لهاد الوصفة. دابا ما نكذبش عليكم، سيمانة هادي باش رجعت ليها، سيمانة وليت كنديرها. ايوا ودابا قلت نشاركها معكم، واخا هذه راه 7 الصباح قلت لا نشاركها معكم هي الاولى عاد نمشي لخدمتي. نيت اصلا بعض المرات كنديرها في الصباح، بعض المرات كنديرها في العشيه على حسب الوقت. المهم هذه الوصفه سهله جدا جدا سهله، هذه الوصفه سهله جدا وفيها جوج مكونات فقط، جوج مكونات زعما ما تزيدش عليهم. هاد المكونات كاين اللي غيلقاهم كاين اللي ما يلقاهمش، لكن الخاص المهم اللي ما غنلقاهمش، لا ماشي ما ماشي ما غنلقاهمش، يعني كاين اللي غيلقاهم عنده في الدار، كاين اللي ما غيلقاهمش عنده في الدار، وخاصو يمشي للفرماسي غير على مكون واحد، ولكن ساهل كدير ب10 دراهم يعني متناول الجميع. ما غتستعمليش غير استعمال واحد، كتستعمل بزاف ديال الحوايج راكم فايتين شايفين وانا مستعملها في واحد الفيديو اخر. المهم غندخل لكم دابا النيشان الوصفه. بالنسبه لهاد الوصفه كيف قلت لكم غتحتاجوا جوج مكونات، غتحتاجوا كيري وحده فرماجه غناخدوها غنحطها انا هنايا عندي في السليفه اوسكار دابا غير فرماجه الفكنات صرا مروحه. وغتحتاجوا الماء الاكسجيني، هذا كيتباع في الفرماسيين كيف قلت لكم ب10 دراهم، هو الماء الاكسجيني فيه فوليوم 10 غزال. شوفوا ليطاش كيحيدهم، كيبيض السنان، فن هذا فن بزاف ديال الاستعمالات. بنفس الشي مرات فاش كنكون كنصب الحوايج البيضين وكيكونوا عندي فيهم شي طاش كنزيد هذا في الماكينه، والله الا كينقي كينقي غزال بزاف. انا كنستعملو بزاف، كنحك به سناني بزاف ديال الاستعمالات كنستعملو. المهم كنخلطو هاد الجوج هكذا، كنحلو ديك الفرماجه بالماء الاكسجيني. غتحاولوا عينكم ميزانكم، المهم ما يكونش الخليط جاري بزاف وما غيكونش خاطر بزاف، غيولي بحال شي كريم. انا غنكمل التخلاط وغنوريكم كيفاش خرج ليا. المهم كيخرج لك هكذا بحال شي كخال،
صافي ونديرو على وجهي كامل. عندك ديري البانسو ديريه، ما عندكش ديري غير يدك، المهم تكون يدك نقية، يكون وجهك مغسول. المهم الوجه كامل كديري عليه بطريقه متساويه. ملي شاط ليا انا غنخليه في الثلاجه وغنديرو غدا. هاد الماسك البنات غتخليوه 10 دقائق صافي، غتخليه يرتاح في وجهك 10 دقائق بما شربوا الوجه مزيان، ومن بعد غتوصليه وديري اي كريم مول طيب. انا من بعد ما نغسلو غنرجع لكم. بالنسبه للبنات اللي كي متغدين ولا شي حاجه على ود الماء الاكسجيني، راه ما كيدير حتى شي حاجه. دابا انا سيمانه وانا كنديرو نهار نهار لا، تقدر ديريه يوميا، انا غير على حسب الوقت. تقدر ديريه يوميا، ما عنده حتى شي خطر، ما عنده حتى شي اضرار لا والو. هذه مجربه ومعتمده مني شخصيا. دابا زمان كنت كنديرها وقفت ودابا رجعت ليها، والله العظيم الا التبيض من اول مره غتلاحظي الفرق. انا غنغسل وجهي وغيبان لكم عاوتاني الفرق على الاول ديال الفيديو. فعلا غزال غزال بزاف، زعما ما كاينش ما نقول لكم عليه، والله الا غزال. المهم انا غنخلي الفيديو دابا حتى نمشي نغسل وجهي من بعد 10 دقائق ونرجع لكم. ايوا البنات، ها انا رجعت لكم من بعد ما غسلت وجهي. كتحسي به رطب بزاف الوجه، كتحسوا به رطب بحال راكم شحال وانتم كترطبوا فيه بشي كريمات غاليه. النتيجه كتبان لكم من اول استعمال، واحد البياض يا سلام. المهم البنات جربوها وردوا عليا الخبر، واللي بغى الوصفه ديال شعري حتى هي كتبوا لي نديرها معاكم، حيت مازال غنزيدها حتى نوصل له اللي بغيت. دابا راه درتها مره وحده فتح ليا هكذا، ومن بعد كل مره غنبقى ندير حتى نوصل له اللي بغيت وغنحبسها الا بغيتو. حتى هي قلت لكم نشاركها معاكم. ايوا هنايا غيوصل الفيديو للاخر ديالو. نتمنى انه يخليكم بخير، ونتمنى اننا نتلاقاو في صحه جيده وفي فيديو جديد ان شاء الله. وبسلام عليكم.